دلوقتي نتكلم مع حضراتكم عن الدورة ال44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو يعني بيعتبر الأب الشرعي لكل المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا. ودلوقتي بيستعدوا لدورة 44 واللي بيجذبوا فيها مجموعة كبيرة من الأعمال المتنوعة والتجارب السينمائية الجديدة. إدارة المهرجان فتحت باب التسجيل للأفلام اللي عندها رغبة إنها تشارك وتكون موجودة في الفعاليات من كل دول العالم. مهرجان القاهرة السينمائي الدولي واحد من أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا. مهرجان سينمائي بيتصنف إنه واحد من أبرز الأحداث اللي ليها تأثير في صناعة الفن. مهرجان القاهرة السنة دي بيستعد لدورة جديدة مليانة بالمفاجآت اللي بيتم التحضير ليها في الوقت الحالي. علشان كده إدارة المهرجان فتحت باب التسجيل للأفلام اللي عندها رغبة تشارك في فعاليات الدورة رقم 44 في الفترة من 13 ولحد 22 نوفمبر الجاي في دار الأوبرا المصرية. التسجيل فعلاً بدأ وهيستمر استقبال طلبات الأفلام من كل دول العالم لحد ميعاد أقصاه يوم 15 أغسطس. المهرجان السنة دي بيسعى في دورته ال44 إنه يجذب مجموعة كبيرة من الأعمال المتنوعة اللي بتتضمن أفكار وثقافات واتجاهات سينمائية مختلفة، وده هيكون من خلال فتح باب المشاركة قدام التجارب الجديدة والملهمة من كل دول العالم. Venga, vamos allá. Vale, preparados. Acción. أما بخصوص الاستعدادات والتحضيرات، فالإدارة الجديدة اللي تم اختيارها مؤخراً زي الفنان الكبير حسين فهمي رئيس المهرجان وأمير رمسيس خلصوا كل الاستعدادات الخاصة باستقبال طلبات المشاركة والرد عليها من خلال الموقع الرسمي، خصوصاً إن العمل على برنامج الدورة بدأ فعلاً بالتعاون مع فريق إدارة المهرجان اللي سبق وحقق نجاح ملحوظ في الدورات اللي فاتت.